الثاني من محرم الحرام عام 61 هجري. في مثل هذا اليوم وصل الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته وأصحابه أرض كربلاء، وسأل عن اسمها، فلما سمع بكربلاء بكى بكاء شديدا وقال: اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. ثم قال عليه السلام: ها هنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا، وها هنا والله تسبى حريمنا. ثم أمر بضرب الخيام.